هو نزل، احنا البيت بتاعنا على جبل، فهو نزل في الوادي، الطريق كان في وادي، مفيش بعشر دقايق لما احنا نزلنا من العربيه وصلنا البيت سمعنا صوت انفجار. صوت انفجار الطياره اللي من غير طيار بيبقى معروف عن صوت الانفجار العادي. صوت الانفجار بيجي على مرحلتين، مرحله خفيفه ومرحله صوت عالي، عشان تعرف ان دي طياره من غير طيار. عشان اللي بينفجر الاول الصاروخ، وبعد كده بينفجر الشظايا بتاعته، لان هو عباره عن تركيبتين، عشان ياكدوا ان اللي جوه ده مات. فسمعناه، انا ساعتها سمعته وحسيت بحاجه غريبه، بس سمعته مره واحده وانا اسمعه على طول. بعد كده سمعته تاني، تالت ورابع. إيه ده؟ فقمت قمت طلعت بره. ضرب كام صاروخ؟ اربع صواريخ على عربيه واحده. الصاروخ الواحد كان بيبقى نص طن تقريبا. فطلعنا انا ومصطفى، طلعت ومصطفى كان طلع قبلي من تاني صاروخ. كان سنه كام؟ كان ايه؟ كان سنه كام تقريبا؟ كان 2009. فنزل طلعت ورا مصطفى على طول، مصطفى كان طالع قبلي، فطلعت لقيته قاعد على الارض. ده قبل الشيخ حسام على رحمه كتير. قبل الشيخ حسام. فطلعت لقيته قاعد على الارض مصطفى، وحاطط الحاجه جنبه قاعد كده ما بيتحركش. الطاقيه بتاعته والسلاح اللي كان معاه والحاجه اللي كانت في ايده حطها جنبه، اللي هو كان طالع بيها جري يعني. حاجه مصطفى مش حاجه والدي. حاجه مصطفى. وقاعد كده وباصص على مكان الانفجار. فانا ما سالتوش في ايه، انا حسيت في ايه. امي حست شويه بس مش قوي. فنزلنا رحنا على مجال الانفجار، طبعا الطالبان بيقفلوا المكان، بيمنعوا اي حد يدخل. طالبان حوالين ال، فقعدنا نقول لهم احنا عرب وكده، ما رضوش يدخلنا خالص. قعدنا نسالهم في ايه، قالوا لنا عربيه كورولا. هو وردي كان فعلا في عربيه كورولا. عربيه كورولا بيضاء مع تمن هي اللي اتضربت جوه، عربيه جيب. العربيه الجيب كانت طالعه قبل والدي بنص ساعه، كان طالع فيها واحد. فاحنا قعدنا نجمعها، طب لو العربيه الكورولا بتاعت والدي ايه اللي جابها عربيه الجيب؟ فاحنا كنا بنغلب على ظننا الظن الحلو ان هو عربيه كورولا ثانيه كانت ماشيه ورا عربيه جيب وضربت. بس فعليا مخك بيقول لك ان المكان ده والدك المفروض يكون فيه دلوقتي، هو نازل من 10 دقايق. فقعدنا نفكر فيها كتير. تاني يوم قعدنا طول الليل ما نمناش. يعني ما كنت روحنا عند الحقيقة؟ روحنا. طالبين قالوا لنا روح، ما ينفعش تفضل بره، الطيران بعد الضرب بيبقى شديد جدا، وبقوا اربعه في الدايره الواحده في الكيلومتر المربع الواحد، اربعه بيلفوا، فخطر على اهل المنطقه وخطر عليك. يعني ناس الاسس اللي في العربيه كل ده بيتصرفوا معاهم الطالبان، انت ما بتعرفش تتصرف مع اي حاجه من العرب. لا فضوها يعني. ما انا هقول لك ايه اللي حصل فيهم، بس هحكي لك بالتسلسل. فروحنا البيت قعدنا، ما عرفتش انام. والدتي كانت فاتحه النار وقاعده جنبها طول الليل. يعني غفوت كده على الساعه 1، صحيت الساعه 2 ببص على مرتبه والدتي لقيتها زي ما هي. ساعتها جالي زي يقين هو توفي.